بخير وعلى ألف خير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة في القناة ديالي أم ريما، اللي هي تشيز كيك بالفريز و بسكوي لوتوس. دونك نخليكم مع لا روسيت. غادي نحتاجو باكيت ديال بسكوي لوتوس، غادي نحتاجو ماسكاربون لي 200 غرام، غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب ونص لتر ديال لا كريم فريش، وغادي نحتاجو جوج فلون ديال ايديال. وبالنسبه للطريقه، اول حاجه كنديروها هي كنطحنوا البسكوي على هذا الشكل، اللي ما خصش يطحن بزاف نورمال، وكنخليو شي وحيدات باش نخليوها للتزيين. واحد ربعه ديال البسكوي بحال هكا نخليوهم للتزيين. دونك دابا غادي نزيدو ان البسكوي، غادي نزيدو عليه لا كريم فريش باش نجمعو به بهذه الطريقه. غادي نقادو البسكوي اللي حصلنا عليه، نقادوه في المول على هذا الشكل. من بعد البنات كناخدو كاسروله كنديرو فيها نصف لتر ديال الحليب، من بعد كنضيفو نصف لتر ديال لاكريم فريش على الحليب، ودابا غادي نزيدو عليه ماسكاربون. من بعد غادي نضيفو جوج ساشي ديال فلان ديال الفريز، دابا من بعد ما درنا جميع المكونات كنحركو بهذا الشكل، وغادي نديروه يطيب على النار تكون قليله يعني مهيله تيطيب. اختاريت ندير لا كونفيتور ديال الفريز اللي كنت ديجا وجدتها في الدار. كتاخذوا كيلو ديال الفريز كديدو عليه 250 غرام ديال السكر، كتخليوه يذوب شويه، من بعد كديروه على نار وكتطيب، من بعد كديروه في القراعي ديال الزاج كديروها في الثلاجه. انا كنت ديجا وجدتها، اليوم غادي ندير واحد الكميه اللي غادي نحتاجها ونعاود نذوبها في الكاسروله، من بعد نديرها على البسكوي ديالنا. ومن بعد ما حصلنا على هذا الخليط، هذا لاصوص ديال الفريز بحال هذا الشكل، ما كتكونش جريئه بزاف، غادي نزيدوها على تشيز كيك ديالنا. هذه هي النتيجه اللي حصلنا عليها. انا اختاريت نزينها بالفخاز وبسكوي ديال لوتوس بحال هكا، نتوما تقدروا تختاروها، تقدروا تزينوها كما بغيتوا، حيت التزيين كيبقى اختياري. وكنتمنى تعجبكم، والى عجبتكم نتمنى تجربوها وتخليوا لي لي كومونتير ديالكم.
وديروا ابوني للقناه اللي مازال ما دارش ابوني للقناه، وخليوا لي اعجاب، وبالصحه والراحه حتى الوصفه الجايه ان شاء الله.